السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أقول رمضان كريم للجميع بكل المتمنيات إن شاء الله وبالصحة والعافية وباش كنتمناو كاملين. هاد النشاط جا في إطار شراكة مع المكتب الجهوي للوداد ديال الحسنية للقضاة اللي هما حاضرين معنا. كنقدم الشكر الجزيل لمؤسسة السجن المحلي في شخص سيد المدير اللي كيفتحنا لابود ديالو. هذا النشاط هو ماشي نشاط وليد لحظة، بل هو اتفاق شراكة كانت منذ 2006. كنتمناو أننا نكون من حسن ظن المؤسسة وأننا كنفيدوها بأنشطة اللي هي كتهدف بالأساس إلى إعادة إدماج السجين في المحيط الاجتماعي ديالو وإدخال الغطاء والسرور عليكم. كنتمناو أن هذا اليوم يتم في أحسن الظروف إن شاء الله، ونكونوا أننا حققنا واحد الهدف اللي هو ابتسامة على الوجوه ديالكم. شكرا لكم.